في وسط أماكن كتير في مصر الناس كلها تعرفها، في أماكن تانية محدش بيسمع عنها، أو جزر قريبة من الحضر ومحدش برضو عمره شافها. جزيرة يعقوب، أو اللي أهلها بيسموها جزيرة الذهب، موقعها بالظبط في وسط النيل بين القاهرة والجيزة، ما ينفعش نوصل لها غير بمعدية، واللي بيحتفظ سكانها بطبيعتهم الريفية رغم قربها من الحضر، وده لأن مصدر دخلهم الأساسي من الزراعة. بالرغم من افتقار الجزيرة للمنشآت الحضرية المعروفة، إلا أن ربنا أنعم عليها بمناظر طبيعية جميلة خلتها منطقة جذب لكتير من الفنانين والرسامين إنهم يجوا يرسموا لوحاتهم عنها. أنا اسمي ضياء محمد، خريج فنون جميلة. بحب أجي جزيرة الذهب عشان أرسم، الجو بتاعها بيبقى هادي شوية وأهل المكان نفسه هادين وناس طيبة يعني، فالواحد بيلاقي هنا نقلة من القاهرة والزحمة بتاعتها، بيجي كأنه في الأرياف، تبقى مكان كده هادي وفيه خضرة طبعا وفيه منظر النيل، فيه مراكب، فالحاجات دي بتشد أي فنان إن هو يرسمها يعني، زائد إن الجو الهادي بيساعد على الرسم طبعا.